بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكبير الشيخ طلال فهد الموقرس السيد فيصل العيسى المحترم ضيوفنا الأعزاء الحضور الكريم، ببالغ الشغل وعظيم الامتنان أتقدم من كل من ساهم في إعداد انطلاقة التلفزيون قد ساوي الذي نأمل له كل النجاح والتوفيق، فلولا جهودكم وسهركم وعرقكم لما كان كتب لهذه القناة الرياضية الرائدة بأن ترى النور. لا شك وأن المسؤولين مسؤولية القناة الوليدة كبيرة وعظيمة بقدر العظمة وكبر ما يدلل عليها اسمها. طبعاً أنا أحب أكمل ما قال أخوي الكبير طلال دكتور الشيخ طلال فهد. أعتقد إحنا كملنا الحلم بعد ما كانت إدارتكم وضعت الخطط الفنية للنادي لنكون منافسين على جميع المراحل السنية وجميع الألعاب، والحمد لله النادي مستمر على هذه الإنجازات، ونعاهدكم أن نستمر على هذه الخطط من الناحية الفنية، وخططكم من الناحية الإعلامية ومن الناحية الاقتصادية للنادي للتطور في جميع أماكن النادي، سواء نطور النادي من الناحية الإعلامية أو من الناحية الاقتصادية. أعتقد هذه الخطط موجودة من سنة 1997 لأول مجلس إدارة كان فيه الدكتور الشيخ طلال فهد الأحمد. واليوم احنا مع الأخ فيصل العيسى قدرنا نقوم بهذه المجازفة كما قال عنها أخي الكبير طلال، ولكن نحن نقول تحدي، ونتحدى أنفسنا ونتحدى أن نقدر نعمل أكثر للقلعة الصفراء ولنادي القادسية ليكون من أقوى الأندية على المستوى العربي والمستوى الأسيوي. فالحمد لله إحنا استلمنا كمجلس إدارة جديد في سنة 2012 نادي القادسية في قمته من الناحية الفنية على المستوى الكويت، والآن مثل ما كانت الخطة موضوعة في السابق أن يكون النادي منافس على المستوى الأسيوي وعلى مستوى المحترفين، وأعتقد نملك لاعبين في جميع الألعاب نادي القادسية قادرين أن يحققون اسم كبير للنادي على هذه على مستوى هذه القارة، وإحنا إن شاء الله قدها يا أبو مشعل، وإن شاء الله راح نشوف الإنجازات تلو الأخرى مثل ما أنت خططت لهذا النادي أن يكون ستراه إن شاء الله. وأشكر جميع الحضور، وأشكر الأخ فيصل العيسى على قبول التحدي ودخل مع نادي القادسية في التحدي، وهذا التحدي وهذه الإنجازات كلها سنراها من خلال قناة قدساوي. وأعتقد القناة نجحت قبل أن تبدأ. وأشكر جميع الحضور، شكرا، السلام عليكم.